باب اللي بيحفظوا معايا تحفة الأطفال، يعني الأطفال حفظوها وعيب علينا إحنا ما نحفظهاش. هيقول الحكم الرابع لأحكام النون الساكنة والتنوين، الحكم الرابع الإخفاء، هيقول إيه؟ والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. يعني ايه بقى؟ الحكم الرابع من احكام النون الساكنة والتنوين هو الاخفاء عند الفاضل من الحروف، يعني بعد ما هنطلع حرف الباء بتاع الاقلاب، وهنطلع حروف الادغام يرملون، وهنطلع الهمزة والهاء والعين والحاء، 6 حروف بتوع الاظهار، اخر حاجة اللي فاضلين هم دول حروف الاخفاء. بيقول من الحروف عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل المتفضل الذي يقرأ القرآن في 5 من بعد 10 رمزوها، في كلمي هذا البيت قد ضمنتوها، يعني في 5 حروف من بعد 10، يعني 15 حرف، 5 و10 يبقوا 15 حرف في كلمي هذا البيت، يعني كل كلمة من دي هي دي حروف ايه؟ حروف اول حرف، هناخد اول حرف، هيعملوا 15 حرف، هم دول حروف الاخفاء. ايه هي الحروف؟ صف ذا ثانا كم جاد شخص قد ساما، دم طيبا زد في توقا ضع ظليما. صف ذا ثناء، لما تيجي تثني على حد يكون واحد كده حلو كده، واحد كده يكون معلم فاضل، صفه واثني عليه. كم جاد شخص قد سما، ان في شخص كده هو، او الاشخاص اللي بتجود بتسمو بتكون عالية في عليين. دم طيبا، دايما تكون طيب. زد في تقن، يبقى دايما كده تزود في تقواك. ضع ظالما، لما تلاقي ظالم كده حطه تحت رجليك. يبقى دي كده كانت حروف ايه، او احكام النون الساكنة والتنوين.